كان حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حافظه الله ورعاه في مقدمة مستقبل أخيه صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة والوفد المرافق لدى وصوله إلى البلاد هذا اليوم في زيارة دولة لمملكة البحرين. وقد رافق الطائرة الأميرية المقلة لصاحب السمو أمير دولة الكويت الشقيقة عند دخولها الأجواء البحرينية عدد من طائرات سلاح الجو الملكي البحريني. كما كان في الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وسمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة رئيس الحرس الوطني وسمو الشيخ عبد الله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المعظم وسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية ومعالي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير الديوان الملكي وأصحاب السمو والمعالي والسعادة. We'll be right back.
ثم صافح ضيف البلاد الكريم كبار المسؤولين من الجانب البحريني، كما صافح جلالة الملك المعظم أعضاء الوفد الرسمي المرافق لسمو أمير دولة الكويت. وقد تشكلت بعثة الشرف برئاسة معالي الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية، ويرافق صاحب السمو أمير دولة الكويت الشقيقة في زيارته لمملكة البحرين وفد رسمي يضم كلا من معالي الشيخ علي خليفة العذبي الصباح ومعالي الشيخ علي جابر الأحمد الصباح ومعالي الشيخ خليفة عبد الله الجابر الصباح ومعالي الشيخ جابر مبارك عبد الله الأحمد الصباح ومعالي الشيخ سلمان صباح سالم الحمود الصباح ومعالي الشيخ عزام مبارك صباح الناصر الصباح ومعالي الشيخ فواز سعود الناصر السعود الصباح وكبار المسؤولين بالديوان الأميري. بعدها توجه موكب حضرة صاحب الجلالة وسمو أمير دولة الكويت إلى قصر الصغير ترافقهما كوكبة من الدراجات والخيانة.
وتحية لمقدم ضيف البلاد الكريم، أطلقت المدفعية 21 طلقة. وحيت مجموعة من طلبة وطالبات مدارس وزارة التربية والتعليم ضيف البلاد الكريم. واحتفاء بزيارة صاحب السمو أمير دولة الكويت الشقيقة، أقيمت العرضة البحرينية. عقب ذلك جرت لصاحب السمو أمير دولة الكويت مراسم الاستقبال الرسمية، كما عزفت الفرقة الموسيقية السلامين الوطني الكويتي والملكي البحريني. السلام الملكي البحرين.
وعقد حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم جلسة مباحثات رسمية في قصر الصخير هذا اليوم مع أخيه صاحب السمو أمير دولة الكويت الشقيقة، بحضور صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الوفدين. ورحب جلالته في بداية الجلسة بأخيه أمير دولة الكويت ضيفا عزيزا بين أهله وإخوانه في مملكة البحرين الذين تجمعهم بأشقائهم في دولة الكويت وشائج القربة والأخوة والمحبة والمصير المشترك على مدى التاريخ، معربا جلالته عن اعتزاز مملكة البحرين وشعبها بهذه الزيارة الكريمة التي تعبر عن متانة العلاقات وتميزها، فيما أعرب سموه عن عميق الشكر والتقدير لجلالته على ما لقيه من حفاوة بالغة وكرم الضيافة والوفادة وحسن الاستقبال. كما هنأ جلالته بذكرى ميثاق العمل الوطني سائلا المولى تعالى أن يديم على المملكة وشعبها العزيز الرخاء والازدهار والتقدم تحت قيادة جلالته الحكيمة. واستعرض الجانبان المسار الأخوي للعلاقات التاريخية الراسخة ومختلف جوانب التعاون والتنسيق الوثيق وسبل تعزيزه وتنميته، وأكد الحرص المستمر على تطوير وتنمية هذه العلاقات الأخوية العريقة والدفع بمسارات التعاون والتنسيق والعمل المشترك في جميع المجالات التي تعزز مصالح البلدين والشعبين الشقيقين وتحقق تطلعاتهما المشتركة. وأكد جلالة الملك المعظم بأن العلاقات البحرينية الكويتية هي نموذج مشرف للعلاقات المتميزة بين الأشقاء، وتستند إلى أسس قوية من الأخوة والترابط والرؤى والتفاهم والتنسيق المشترك، معربا جلالته عن اعتزازه بجهود أخيه سمو أمير دولة الكويت في تعزيز الروابط الأخوية وبالوقفات المشرفة التي تقفها دولة الكويت دائما تجاه مملكة البحرين وشعبها في مختلف الظروف، وهي مواقف تجسد علاقات البلدين القوية والراسخة، مشيدا يده الله بما حققته الشقيقة دولة الكويت من نهضة تنموية وحضارية على كافة الصعد، وبما تحظى به من مكانة مرموقة على المستويين الإقليمي والدولي، وبدورها التاريخي الريادي في دعم العمل الخليجي والعربي والإسلامي المشترك وجهودها المشهودة في العمل الإنساني. كما جرى بحث مستجدات الأوضاع التي تشهدها المنطقة ومجمل التطورات الإقليمية والدولية وتداعياتها على الأمن والسلم الدوليين، بالإضافة إلى عدد من القضايا التي تهم البلدين الشقيقين وتبادل وجهات النظر بشأنها. وناقش الجانبان مستجدات الأوضاع الإقليمية وانعكاساتها على العلاقات العربية العربية والأمن والاستقرار الإقليمي، وشدد على أهمية احترام مبدأ سيادة الدول، وأكد على أهمية احترام جمهورية العراق لسيادة دولة الكويت ووحدة أراضيها والالتزام بتعهدات والاتفاقيات الثنائية والدولية وكافة قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. بعد ذلك قلد جلالة الملك المعظم أخاه أمير دولة الكويت الشقيقة وسام الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة من الدرجة الممتازة القلادة، تقديرا لجهود سموه ودوره البارز في توطيد العلاقات الثنائية وتوثيق الأواصر التاريخية بين البلدين الشقيقين. كما أهدى جلالته سمو أمير دولة الكويت الشقيقة السيف البحريني بهذه المناسبة، وقد تم صنع السيف البحريني أمر جلالة الملك المعظم، ويتكون من نصل من الفولاذ الدمشقي مصنوع في جمهورية ألمانيا الاتحادية، وجراب من الذهب الأحمر عيار 21 والذهب الأبيض المرصع باللؤلؤ الطبيعي، ومقبض من الذهب الأحمر عيار 21 والذهب الأبيض والعاج. وقد تم صناعة الجراب والمقبض في مملكة البحرين. بمناسبة الزيارة المباركة لصاحب السمو أمير دولة الكويت الشقيقة حفظه الله ورعاه، يلقي الشاعر محمد هادي الحلواتي قصيدة بعنوان حي الكويت. حي الكويت وحي الجود والكرم، حي الكويت وحي الجود والكرم، واستوح من طيبها شعرا قد انتظما، واستوح من طيب أهليها شذا كلم يكاد من حسنه أن يسكر النغما، واستوح أبيات شعر من محبتها فأصدق الشعر بيت بالهوى اتهما، واستوح أبيات شعر من محبتها فأصدق الشعر بيت بالهوى اتهما، وأصدق الشعر بيت قال قائله
بعض الذي في سويد القلب قد كتما، وقل سلاما على أرض بها بزغت شمس الصباح، فولى الليل وانهزما، آل الصباح الأولى قد أشرقت بهم شمس الكويت، فصانوا العهد والذمما وحصنوها بعدل، فهي شامخة مدى الزمان تناغي النجم والقمما، ما طب ساحتها في ظلهم عنة، بل قدموا الخير والإصلاح والسلم. كفاك رب الورى من كل حاسدة، ودمت بين الورى للمكرمات حما، ودمت بيرق نصر رف شاهقه على الأنام، وأنف الغي قد رغما. ودمت بيرق نصر رف شاهقه على الأنام، وأنف الغي قد رغما. فاصدح بشعرك في حب الكويت، وقل أهلا وسهلا بمن بالخير قد قدما، وحي من خط للعلياء لاحبة، وحي مشعل خير بالهدى التزما، وحي من خط للعلياء لاحبة، وحي مشعل خير بالهدى التزما. شيخ إذا مدلهم الخطب أو عثرت به الهموم استثار العزم والهمما، تراه في لجة الأحداث متئدا حتى يسد بحسن الرأي من ثلما، ولا تردد يوما عند معضلة، بل أنه منذ بدء الأمر قد حسما، وشخص الداء عن علم وتجربة، مثل النطاسي داوى العي والسقما. إذا أشار إلى أمر بحكمته، ترى الصعاب لديه طأطأت ندما، وقام بالأمر تحدو خطوه ثقة، والله ما خاب من بالحكمة اعتصما. وقام بالأمر تحدو خطوه ثقة، والله ما خاب من بالحكمة اعتصما. حيتك يا سيدي أبيات قافية، كأنها لؤلؤ البحرين قد نظما، من موطن الحب من بحريننا نطقت أسمى المعاني، فأضحت باسمكم علما، ومن ديار أبي سلمان قد صدحت، والحب في حرفها قد طوع القلم. ذاك الكريم الذي ضوت مرابعه للضيف، واستبشرت أبياته كرما، نسل الأكارم من عليا أوال، ومن يشبه أباه ورب البيت ما ظلما. نسل الأكارم من عليا أوال، ومن يشبه أباه ورب البيت ما ظلما. أخوة جمعتنا فهي باقية، قد شاد بنيانها الآباء فالتأما، أواصر الدم والقربى تجمعنا، فإنما نحن أنتم أسرة ودما، حدودنا القلب لا بر يفرقنا، ولا المسافات أو بحر قد التطما. تاريخنا والليالي البيض شاهدة بأنه واحد لم يقطع الرحما، تاريخنا والليالي البيض شاهدة بأنه واحد لم يقطع الرحما. فإن تأوهت البحرين من ألم، ترى الكويت بحزن تشتكي الألم، أو إن تبسمت البحرين في فرح، رأيت ثغر كويت المجد مبتسما. ولا أظن قوافي الشعر كافية حتى أوثق حبا دام بينهما، ودمتما ظل عز في مرابعنا، ودمتما حصن عدل
يحرس القيما، ودمتما حصن عدل يحرس القيما. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا وقد أعرب حضرة صاحب السمو أمير دولة الكويت عن اعتزاز الكويت قيادة وحكومة وشعبا بعلاقاتها الأخوية المتجذرة مع شقيقتها مملكة البحرين التي تتميز دائما بخصوصيتها وعراقتها منذ قديم الزمان، مشيدا بالمواقف الأصيلة والمشرفة للمملكة بقيادة جلالة الملك المعظم، مشيدا بما حققته البحرين بفضل نهج جلالته الحكيم من نهضة وتطور وتنمية وإنجازات شاملة ونجاحات متميزة على مختلف المستويات ومكانة رفيعة المستوى رفيعة على المستوى الدولي. وقد أقام حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم مأدبة غداء تكريما لأخيه حضرة صاحب السمو أمير دولة الكويت الشقيقة وأعضاء الوفد الرسمي المرافق لسموه. كان حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه في مقدمة مودعي أخيه صاحب السمو الشيخ مشعل أحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة لدى مغادرته البلاد هذا اليوم، مختتما زيارة دولة لمملكة البحرين. أجرى سموه خلالها مباحثات مع حضرة صاحب الجلالة تناولت العلاقات الثنائية المتميزة بالإضافة إلى مستجدات الأحداث على الصعيدين الإقليمي والدولي. كما كان في الوداع صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وسمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة رئيس الحرس الوطني وسمو الشيخ عبد الله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المعظم وسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية ومعالي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير الديوان الملكي وأصحاب السمو والمعالي والسعادة.